أهلا بكم من جديد. وصلت مديرية الصحة في المنيا تنظيم القافلة الطبية العلاجية لأهالي قرية الهمة بمركز مطاي لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لمواطني المحافظة بالمجان. ضمت القافلة العديدة من التخصصات، منها الأطفال والبطنة والأسنان والجلدية والقلب والصدر. تأتي هذه القوافل في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا. معنا تخصصات النهاردة قلب وبطنة وأطفال ونساء وخدمات تنظيم أسرة وجراحة وجلدية وأنف وأذن وأسنان، بالإضافة لدواء تثقيف صحي. معايا معمل دم ومعمل بارة، جهاز أشعة إكس راي، معايا صيدلية بها كل التخصصات بكل الأدوية الخاصة بالتخصصات المذكورة. الأدوية بيتم صرفها مجانا، الخدمة مجانا، بيتم تحويل الحالات المحتاجة قرارات نفع الدولة أو إجراء عمليات جراحية للتأمين الصحي أو إصدار قرارات نفع الدولة في المستشفى. الخدمة مجانية من أول التذكرة، تحاليل، إشاعات، الكشف، الأدوية كله مجانا.